مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء من برنامج بكرة أحلى عبر أثير راديو زهرة العرب. وأول أخبارنا اليوم، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات أكد لراديو زهرة العرب أن هناك انتخابات طلابية تمت بنجاح كبير في عقد انتخابي كبير شهدته كليات الجامعة على مدار أسبوعين كاملين. أيضا معنا خبر من جامعة المنوفية، ميرنا أحمد تفوز ببطولة جامعة المنوفية للكاراتيه. حصلت الطالبة ميرنا أحمد بالفرقة الأولى بكلية الإعلام جامعة المنوفية على المركز الأول في مسابقة الجامعة للعبة الكاراتيه، وقام الدكتور محمد شاهين مدير عام إدارة رعاية الشباب والرياضة بتكريمها. والآن معنا هذا اللقاء مع الطالبة إيمان غانم، الطالبة المثالية على مستوى كلية الزراعة بجامعة المنوفية. صباح الخير يا إيمان. صباح النور، إزاي حضرتك؟ طبعا ألف مليون مبروك من راديو وزارة العرب وأسرة التحرير، بنحييكي وبنقول لك طبعا أنت يعني عملتي إنجاز جميل. قولي لنا بقى واحكي لنا إزاي ترشحتي وإزاي خدت القرار بالترشح وفوزتي بهذا اللقب إزاي؟ والله يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يخليك. والله هو أنا أخذت الطالبة المثالية لكلية الزراعة، ده يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة، ثم دعاء الوالدين. أنا أخذت اللقب ده مرتين، مرة وأنا في الفرقة الثانية، ومرة والثانية دي يعني وأنا في الفرقة الرابعة. وفي كل مرة أنا ما كانش عندي علم بأن في مسابقة بتنعمل اسمها الطالبة المثالية أو كده، بس اللي كان دايما بيبلغوني هم رعاية الشباب. كان كابتن حمدي في كل مرة كان يجي يقول لي يا إيمان إيه رأيك تشتركي معانا؟ ففي سنة تانية قلت له أشترك إزاي؟ قال لي بسن الاستمارة وكده والموضوع، وأنت ما شاء الله عليكي وعندك معلومات ومتفوقة ودراسيا وكل حاجة، فأنا حابب إن أنت تشاركي معانا. بالتالي شاركت في أول مرة وأنا في الفرقة التانية، والحمد لله يعني ربنا أكرمني وأخذت اللقب ده. وللمرة التانية شاركت فيها السنة دي والحمد لله برضه يعني فزت بالمركز الأول على مستوى الكلية في الطالبة المثالية. دي في الفرقة كام دلوقتي يا إيمان؟ أنا دلوقتي في الفرقة الرابعة شعبة باي تكنولوجي. يعني آخر سنة خلاص بقى ونودع الكلية. إن شاء الله بتأكد إن شاء الله بعد دراسة يعني إن شاء الله نكمل دراسات عليا. طب يعني إحنا بنسيب، إحنا بنودع رابعة وإحنا طلاب مثاليين كمان ما شاء الله، يعني حاجة جميلة بصراحة يعني. الله يخليك يا رب، الله يخليك، كله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني. طب الحمد لله. قولينا إيمان، يعني إدارة الكلية عاملة معاكي إيه؟ الدكتور العميد الكلية أخونا الفاضل الدكتور أيمن، الدكتورة إلهام جنيم وكيلة الكلية لشؤون تعليم الطلاب، ما شاء الله عليهم يعني أسرة هناك. دول أهلي ليا، قبل ما يكونوا أساتذتي ودكاترتي الفاضلين دول أهلي ليا يعني. دكتور أيمن ده الأب الروحي ليا، ودكتورة إلهام حقيقة أنا بعتبرها زيها زي أمي بالظبط وبحبها جدا، وبجد أنا مبسوطة جدا إن هي مسكت، ربنا يعني وفقها وكده، ومسكت وكيلة الكلية. ان شاء الله باذن الله يا رب ربنا يرفع كمان. ودكتور ايمن يعني ما شاء الله عليه، هو من ساعه ما مسك وهو بيحاول ان هو ينمي في كل المجالات، يعني ينمي مجال سواء كان مجالات الجواله، مجال الانشطه الطلابيه، بيهتم جدا بينا وبيسمع لنا ما شاء الله. كل الدكاتره يعني حقيقي حقيقي يعني دنش وما فيهاش اي مبالغه، كل الدكاتره اللي عندنا في الكليه حقيقي بيخافوا علينا زي او يعني ان احنا بيعتبرونا اولادهم، وبيسمعوا لنا وفي الشرح بيشرحوا لنا افضل ما عندهم، وفعلا بيدونا المعلومه في كل حاجه. يعني كليه الزراعه جامعه المنوفيه، يعني انا اسمع دايما اصحابي اللي في كليات تانية انه لا هم ما يقدروش يتعاملوا مع الدكاتره بيبقى فيه كده، لكن احنا عندنا الدكتور بيعتبرنا ان احنا اولاده، ان هو انا مش فاهمه ليه يا دكتور، حاضر تمام وبيشرحها لنا وفي كل الدكاتره وتعاملهم معانا كويس يعني. يعني كليه الزراعه دايما من الكليات الجميله بالفعل، وهي طبعا يعني وانا فعلا بفتخر وبحمد ربنا ان انا هتخرج من الكليه دي، وفعلا ليا كل الفخر والله انا متخرجه من كليه الزراعه. يعني بعيدا عن الكليه شويه، الطالبه المثاليه ما
مرتين على كلية الزراعة، ودي طبعا يعني صعب ان حد بيجمع بيها اكثر من مرة مثلا، فاحنا بنحييك طبعا عليها. لو قلنا انت طموحك الشخصي ايه، مثلك الاعلى في الحياة ايه، ناوي على ايه بعد كلية الزراعة ان شاء الله؟ هو مثل اعلى في الحياة يعني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بابا عليه الصلاة والسلام. بابا شغال ايه؟ هو بابا متخرج من كلية الزراعة برضو؟ لا هو انا داخلها حب الصراحة، كانوا عايزيننا نخش كلية الزراعة، كانوا عايزيننا نخش كلية تانية. فهم مثل اعلى بابا وماما طبعا في الاول وفي الاخر، وهم يعني هم اللي دايما بيشجعوني ان انا اوصل لاي حاجة، ولما مثلا بيحصل لي ظرف او حاجة وبيقفوا جنبي وبيسندوني وبيدعوا لي طبعا. فانا ان انا اوصل لحاجه زي كده فهي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه، ثاني حاجه بدعاء بابا وماما. لا تحياتنا ليهم يعني الحمد لله ربنا يوفقهم يا رب. فانا طموحي يعني ان انا نفسي ان انا اكمل، انا ماليش حلم واحد، انا دايما بيبقى لي اكتر من حلم. جميل. بس من ضمن احلامي ان انا ربنا يعني يكرمني ويوفقني وان انا اكمل دراسات عليا واخد دبلومة الكيمياء الحيوي واخد الماجستير والدكتوراه، يعني السلك اللي هو الجامعي. دراسات العليا ده طريق طبعا مجال عملي اللي هو اللي ربنا بقى هيحطني فيه، يعني انا عايز اشتغل في مجال زراعه الانسجه. جميل جميل، من المجالات الجميله طبعا. وفي ان انا افتح معمل زراعه انسجه، فربنا سبحانه وتعالى كريم يعني، متاكده ان ربنا هيوصلني لحاجه زي دي بعدين. يعني اللي حقق الطالب المثالي او الطالب المثالي مرتين هيحقق حاجات كتيره جدا في المجتمع بالصبر والايمان وطبعا العمل وبذل الجهد. والطالبه ايمان غانم الطالبه المثاليه على كليه الزراعه بجامعه المنوفيه للمره الثانيه، الله يخليك يا رب، شيء جميل جدا. سعدنا بك عبر اسير راديو، الله يخليك يا رب، ديون زهره العرب مميز. واخيرا رساله بتوجهها لزمايلك في الكليه تقول لهم ايه ايمان؟ والله احب اقول لهم انه ما يقلقوش من حاجه، انه سواء كان من الامتحانات من المذاكره من اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى دايما الانسان لما بيسعى لحاجه كل حاجه في الطريق قدامه بتسعى له هي كمان. يعني الانسان طالما حط هدف في دماغه او حاجه معينه في دماغه ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ له الاسباب لان هو يوصل لها. لازم ان احنا يكون عندنا يقين بربنا، لازم ان احنا نتقرب من ربنا مثلا وندعي له، ما نقسم الدعاء ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما زرع الله في قلبك رغبه الوصول الى شيء الا لانه يعلم انك ستصل اليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحطش في بالنا او في قلبنا كده ان احنا عايزين حاجه معينه الا وان ربنا حاطط لنا كل الاسباب واللي بتهيئنا ان احنا نوصل لها. ونعم بالله. فاللي هو احنا مثلا نحط الحاجه في دماغنا ونجتهد نسعى لها مثلا، وبعد التخرج ما نقولش احنا هنشتغل في ايه، ما نقولش هنعمل ايه، لا نؤمن احنا نسعى للحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها وحلمنا، ونكون على يقين تام بان ربنا سبحانه وتعالى هيحققها لنا. لان ما نقعدش في بيوتنا مثلا ونقول احنا هنشتغل في ايه ولا احنا هنعمل ايه، لا زائد كمان اللي هو احنا كبنات لازم نعمل نبني نفسنا ونوصل لحاجه ان احنا نحققها ونبني كيان بينا. يعني الطالبه المثاليه ايمان غانم الطالبه المثاليه على الزراعه جامعه المنوفيه، سعدنا بك في هذا اللقاء عبر اسير راديو زهره العرب، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في كل احلامك تحققيها. وبنقول طبعا هذا نموذج اعزائي المستمعين لما يجب ان يكون عليه شبابنا في المستقبل القادم ان شاء الله، طالبة مثالية بتسعى لتحقيق أهداف متاحة للجميع في الحياة، ولكن هناك إصرار وهناك رغبة. بنحييك إيمان للمرة الثانية وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.